السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. دونك اليوم غنشوفوا لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لا باج 31، لا باج 31 اي لا باج 33. دونك هادو هما لي زيكزارسيس ديال لا باج 31 كما كتشوفوا، وراه ممكن تلقاو في صفحة واحدة اخرى من غير 31، لان هاد لونيفير كما كتعرفوا راه فيه بزاف لي فيرسيون. وهادو لي زيكزارسيس ديال لا باج 33. وقبل ما نبداو لارد عليكم، ما تنساوش تشتركوا في لاشين ديالكم وتخليو واحد الكومونتير تعبروا فيه واش هاد لا ميثود مزيانه ولا ما مزياناش، واش كتفهموا واش ما كتفهموش. ونبداو على بركة الله. تكست اتر لي اتوم الذرات لي مولكول الجزيئات. On représente un atome par. D'après la leçon, on représente l'atome par un symbole. On représente une molécule par une formule. La molécule a une formule chimique. Une فورميل شيميك. لاحظوا الفرق، لاطون عندها سامبول ولا لا موليكول عندها فورميل شيميك. اون موليكول اي كونستيتوي بار لاسوسياسيون. واحد لا موليكول منين كتكون؟ كتكون واحد التجمع، واحد لاسوسياسيون ديزا اتوم، يعني واحد التجمع ديال الذرات. تري بيان، لي موليكول دان كور بيور سامبل سون كومبوزي داتوم. دونك عندنا موليكول سامبل وعندنا موليكول كومبوزي. حنا نشوفو لي زيكزومبل. دونك لي موليكول سامبل سون كونستيتي بار دي زاتوم ايدونتيك ايدونتيك. Cochez la bonne réponse. La molécule de dioxyde de carbone est formée de. Donc, on a la molécule, je vous ai dit, le dioxyde de carbone. Je n'ai pas la formule chimique du dioxyde de carbone, donc il est CO2. On a appelé le MZM. Dioxyde de carbone, c'est CO2. D'abord, on a la composition dialogue de rats. في الاقتراح الاول قلنا فيه ان اتوم دوكسيجين، في اتوم واحد ديال الاكسجين، اي دو اتوم دو كربون. متفق معاه ان فيه جوج ذرات ديال الكربون وذره واحده ديال الاكسجين. لا، فيه غير ذره واحده ديال الاكسجين ديال الكربون. هنا كما تشوفوا فيه جوج ذرات ديال الاكسجين، دونك الاقتراح خطا. هنا قال لنا كلشي لا بون ريبونس، اختار الجواب الصحيح. ان اتوم دو كربون اي دو موليكول ديال الاكسجين فيه ان اتوم ديال الكربون، في اتوم واحد ديال الكربون، وفيه جوج لي موليكول كما هذا المثال هذا. دونك هذا حتى هو خطأ، لا، هو فيه غير موليكول واحدة ديال الديوكسيجين. سي كلار. ان اتوم دو كربون اي دو اتوم دوكسيجين. دونك هذه صحيحة، فيه ان اتوم دو كربون اي دو اتوم دوكسيجين. دونك هذه هي لا بون بروبوزيسيون. La formule de dioxyde de carbone est, donc la formule de dioxyde de carbone que je viens de dire, CO2. Ça nous fait un bien. La formule de méthane est, le méthane, la formule de dioxyde est CH4. CH, c'est le carbone, ou H, l'hydrogène, ou tête l'atome de l'hydrogène, on a 4, yani on a 4, les atomes de l'hydrogène. سي كلير. إلا بغينا نمثلوها، الكربون كنمثلوه باغ اون بول نواغ كبيرة. سي كلير. والهيدروجين 4، لاطوم الأولى هنا، الثانية هنا، الثالثة هنا، والرابعة هنا. هذا هو الموديل ديال هاد لا مولكول ديال الميثان. تري بيان. ديفيرونسي اتوم اي مولكول، يعني نميزو ما بين اتوم اي موليكول.
Baber dit, قال Baber, que les atomes sont formés de molécules. Baber قال لك أن les atomes sont formés par des molécules. Ou Mustafa affirmé le contraire. Ou Mustafa قال le contraire. Donc Baber شنو قال؟ قال أن les atomes هما اللي كيتكونوا formés de molécules. هما كيتكونوا من les molécules. ومصطفى قال له العكس، قال له راه لي موليكول يعني هاد الجزيئات هما اللي كيتكونوا من ديزاتوم. دونك الا رجعنا هنا هذه سي اش 4 هذه موليكول من اش كتكون؟ كتكون من ديزاتوم. دونك مصطفى هو اللي عنده لا ريبونس صحيح، سي كلير. دونك مصطفى هو اللي عنده لا بون ريبونس. تري بيان، كي ا ريزون. دونك سولوي كي ا ريزون سي مصطفى. أزوت أو ديازوت، واش أزوت أو ديازوت؟ لوكيل ديسين اون موليكول كو ديسين لوتر. عندنا أزوت، عندنا في لا كيسيون شكون اللي كيكون شكون لي موليكول، واش الأزوت ولا ديازوت؟ دونك ديازوت هو لا موليكول، دونك لا موليكول سي لو ديازوت. دي D I A Z O T E diazote qu'il dessine l'autre atome. Donc il y a un diazote atome molécule ral azote atome, c'est clair. Donc diazote à l'imzien ou N2 ou de la constitution majoritaire qui est le hawa qui est le 78% ou l'azote ou N. Azote ou N. Ensuite, formule chimique. Écrire la formule chimique d'aide des molécules. Adna. Méthane, hydrogène, hydrogène, du diazote, diazote, monoxyde, na, monoxyde de carbone, de l'eau. Donc, le méthane. يلا شفنا لا فورمول الشيميك ديالو من قبل، هي سي اش 4. الهيدروجين، الهيدروجين سي ان اتوم، دونك سي اش سي با زون موليكول، دونك الهيدروجين سي ان اتوم. الديازوت ان 2، يلا شفنا لا موليكول ديالو حتى هو. المونوكسيد سي او سي او سي او يعني ذرات الكربون، ذرات الهيدروجين، ذرات الاكسجين كيعطيونا المونوكسيد دو كربون دو لو. الماء لا فورمول الشيميك ديالو هي اش 2 او. ما نبغيش شي واحد ابتداء من اليوم ما يكونش عارف لا فورمول الشيميك ديال الماء. الماء اللي كنستعملوه يوميا كنشربوه مفيد للصحه. اذا الماء لا فورمول الشيميك ديالو اش 2 او، سامبول او فورمول. دونك قلنا ان السامبول كنستعملوه بالنسبه للاتوم، والفورمول كنستعملوه بالنسبه للذره. تري بيان. On donne ces dessous des symboles d'atomes et des formules de molécules. Quelles sont les formules des molécules? Donc, attends, on a une jumeau à dire romose. Fihum les molécules ou fihum les atomes? Donc, je connais les molécules. On va les mettre maintenant. Donc, on a H2S, c'est des molécules. On a fait juste les atomes pour celle-ci. On a des molécules, avec une molécule simple, il y a juste les atomes de l'azote. هذا اتوم، دونك هذه موليكول وهذه موليكول. هذا لا، هذا اتوم لان فيه ذره واحده. هذا حتى هو موليكول لان فيه جوج ذرات. هذا موليكول لان فيه مجموعه من الذرات 4 زائد 10 هي 14. وهذا اتوم لان فيه ذره واحده. وهذا موليكول لان فيه جوج ذر جوج ذرات مختلفين، ذره فيها واحد وذره فيها ثلاثه. وهذا حتى هو موليكول لان فيه جوج ذرات اللي هو المونوكسيد. دونك لي موليكول هما هادو اللي تحت منهم خط احمر. انسويت ريكونيتر لي ريبريزونطاسيون دي موليكول. عندنا لو موديل، فواسي كومون كومون اون ريبريزونت سيرتان اتوم. دونك نعقلو. دونك الهيدروجين عنده اون بول اللون ديالها بلونش ابيض، الاكسجين حمراء، الكربون كحله، الازوت زرقاء، والكلور اون بول كي دايره فيرت.
لاحظتوا ان الحجم ديالها كبير مقارنه مع لي زوطر. دونك هكا في الحقيقه ما كيتشافوش هما، لكن في الحقيقه الهيدروجين الاطوم ديالو صغيره بزاف، الاكسجين كبيره شويه، الكربون شويه صغار من الاكسجين، الازوت كبر منهم كاملين، والكلور كبر منهم كاملين. سي كلير تري بيان. دونك ندوزو نكملو ليكزارسيس، عقلو معايا على هاد لي موديل. دونك الي دو تابلو اللي شفنا، طابلو اللي شفنا ترجع الفيديو شويه وترجع تلقاه، كومبليتي لو طابلو سويفون. دونك عندنا هاد الموديل، هذا الموديل عطاونا دابا لو موديل موليكولير، وقال لك نعطي لو نو دو لا موليكول. هاد الموليكول شنو فيها؟ فيها جوج لي زاتوم بلونش، فيها جوج لي زاتوم عندهم لون ابيض. دونك الا كانوا جوج لي زاتوم بلونش، دونك شكون هما الاتوم البيضاء؟ شكون هي؟ دونك الاتوم البيضاء هي الهيدروجين، لكن حنا عندنا جوج، دونك جوج غنقول دي هيدروجين. دائما ملي تكون جوج كنزيد قدام لو نو ولا لو سامبول ديال لاتوم، كنزيد قدامو هاد الحرف جو دي اللي كيعني جوج، دي هيدروجين يعني جوج ديال الهيدروجين. فورميل شيميك، لا فورميل شيميك اذا هي الهيدروجين، لاتوم هي الهيدروجين. شحال عندنا اتوم ديال الهيدروجين؟ عندنا جوج، غنكتب هنا في الانديس ديال التحت جوج. سي كلير تري بيان. هاد لاتوم فيرت، عندها لا كولور فيرت، دونك خضراء. دونك كيما شفنا في الطابلو اللي كان قبل، اللون الاخضر هو ديال الكلور، ديال لاتوم ديال الكلور. دونك لاتوم ديال الكلور هنا طالب منا لو نو، دونك غيكون هذا دي جوج ديال الكلور، دو كلور، جوج دو زاتوم يعني ديال الكلور كيما شفنا مع الهيدروجين. دونك كيفاش غنكتبها؟ غنكتبها سي، لان الرمز ديال لاتوم ديال الكلور هو الرمز ديال لاتوم ديال الكلور، دونك غادي منشوفوهاش، هو سي كغون سي بوتي ال، وغنديرو جوج هنا تحتها، لان هادي موليكول. سي كلير ميمكنش تكتب جوج هنا، جوج لي زاتوم، هادي راها موليكول، دونك الكتابة خاطئة. تري بيان. دونك هادي عندنا فيها اون بول نوار اللي هي في الكربون، و كاتخ بول بلونش اللي هما ديال الهيدروجين. عرفنا ان الهيدروجين عنده اللون الابيض. سي كلير. دونك هنا شحال عندي من اتوم ديال الهيدروجين؟ عندي ربعة. شحال عندي من اتوم ديال الكربون؟ عندي وحدة. وهذا داز معنا في لوسون هو الميثان. سي كلير. دونك شنو هي لا فورميل الشيميك ديالو؟ هي سي، عندي وحده ديال الكربون ومعها الهيدروجين، لكن عندي ربعه ديال الهيدروجين، دونك نكتب ربعه لتحت. سي كلير تري بيان. ندوزو لهاد لا موليكول، هادي عندنا اون بول بلو في الوسط، و اونتوري بار تروا بول بلونش. دونك بلونش الهيدروجين و بلو ازوت. ازوت دونك هاد لا موليكول كتسمى امونياك، صحيح؟ امونياك. سي كلير. كتسمى لا موليكول دو لامونياك، لي لا فورميل شيميك ديالها شحال فيها ديال الازوت؟ فيها وحده ديال الازوت، نكتبوها ان. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ فيها ثلاثه، دونك غنديرو اش، اش ثلاثه. دونك هادي هي لا موليكول دو لامونياك، ان اش طرو. ان هنا عندنا جوج لي بول بلو، دونك بلو ازوت. سي كلير. دونك هذا يكون دي ازوت، لا فورميل شيميك ديالها ديال لاطوم وحده هي ان، وبما انه جوج غندير جوج هنا. سي كلير تري بيان. انسويت بواسون اي فورميل شيميك، دونك شوف المشروبات ولا فورميل شيميك ديالهم. Voici les noms des produits chimiques contenus dans des boissons et la formule de leurs molécules.
دونك عندنا الكافيين اللي كاينه في القهوه اللي هي الكافي، لا فورمول الشيميك ديالو هي هذه. وعندنا لاسيد سيتريك اللي كاينه في ليموناد، الموناد اللي كنشربو لا فورمول الشيميك ديالو هي هذه. وعندنا ليمونين اللي كاينه في جو دورونج، كاينه في عصير ديال الليمون، لا فورمول الشيميك ديالو هي هذه. وعندنا لاكتوز اللي كاينه في الحليب، لا فورمول الشيميك ديالو هي هذه. سي كلير تري بيان. دابا شنو مطلوب منا؟ بريسيزي لا كومبوزيسيون، يعني نعطيو التركيبه ديال لي زاتوم ديال كل موليكول، اون انديكون لا ناتور اي لو نو لو نومبر دو شاك اتوم. بريسيزي لا كومبوزيسيون دي شاك دو شاك موليكول و لو نومبر. دونك هاد لا موليكول الاولى شنو فيها؟ فيها كربون، فيها الكربون ياك، على كومبوزيسيون مكونه شنو فخر فيها؟ فيها الهيدروجين، هيدروجين. شنو في اخر؟ هيد روجين، وفيها الازوت ان ازوت، وفيها او اوكسجين. دونك حنا عرفنا دابا لا ديكومبوزيسيون، شحال فيها ديال الكربون؟ شحال فيها من وحده ديال الكربون؟ فيها 8. شحال فيها من اتوم ديال الهيدروجين؟ فيها 10. شحال فيها من اتوم ديال الازوت؟ فيها 4. شحال فيها من اتوم ديال الاكسجين؟ 2. هكا حنا نكونو سالينا لا كيسيون. لي موناد شنو فيها؟ نفس الشيء، فيها الكربون، فيها الهيدروجين، وفيها الاكسجين. كتبو شحال فيها ديال الكربون؟ 6. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ 8. شحال فيها ديال الاكسجين؟ 7. ها هي 7. فوالا. اونسويت لاطوم او بيان لا موليكول، هادي لا موليكول ديال ليمونين، فيها الكربون وفيها الهيدروجين. ها الكربون، ها الهيدروجين. شحال فيها ديال الكربون؟ فيها 10. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ فيها 16. تخي بيان. ندوزو لهاد لا موليكول هادي، فيها ثلاثة ديال لي زاتوم، فيها الكربون والهيدروجين والأكسجين. شحال فيها ديال الكربون؟ فيها 12. شحال فيها ديال الهيدروجين؟ فيها 22. شحال فيها ديال أو؟ فيها 11. سي كلير. دونك لاكتوز هو داك السكر اللي كاين في الحليب، ديك الحلاوة اللي كاين في الحليب. تخي بيان. ليدروكاربور، الهيدروكربورات، ليدروكاربور سون دي كومبوزي كي نو كونتيان que les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, هاد الهيدروكربورات هما دوك لي موليكول، دوك الجزيئات اللي فيهم فقط الكربون والهيدروجين، ما فيهمش شي حاجه اخرى. Voici deux molécules، voici deux modèles، جوج لي موديل ديال لي موليكول دا تيب ديدروكربون. هادو جوج عطاونا جوج الانواع، اما الهيدروكربورات فهي عديده، ولكن هما عطاونا جوج النماذج، النموذج الاول والنموذج الثاني. Écrire la formule chimique de chaque molécule. La maintenant que c'est la formule chimique de chaque molécule. Donc la molécule l'oula, هذه. شحال فيها من اتوم نوار؟ 1 2 3 4. اذا فيها نوار هو الكربون. دونك فيها الكربون 4 ديال الكربون. شحال فيها البيضين؟ فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وفيها 10 بيضين اللي هما 10 ديال الهيدروجين. اذا فيها الكربون 4، فيها 10 ديال الهيدروجين. ثانيا شحال فيها ديال الكربون؟ فيها 3 ديال الكربون. شحال فيها ديال الاكسجين الهيدروجين البيضين؟ دونك 3 و 2 هي 5، 3 هي 8. اذا فيها 8 ديال الهيدروجين. لي زيدروكاربور سون تيل دي كور سامبل او كومبوزي؟ واش هادو دي كور سامبل؟ واش اجسام بسيطه؟ لا، سون كومبوزي. علاش كومبوزي؟ لان في كل موليكول تكون فيها دو زاتوم ديفيرون، فيها الكربون والهيدروجين. كون كانت مثلا فيها غا الكربون بوحدها غنقول انها سامبل، لكن هذه فيها دو زاتوم ديفيرون، كل اتوم عندها واحد النوع، واحد العدد معين ديال الذرات. بروبوزي اون فورميل جينيرال دو سو تيب ديدروكاربون، يعني قال لك عطي واحد فورميل كتابة، أو هاد الصيغة غادي نكتبوها بالنسبة لكاع لي هيدرو
كاربون. دونك انا نبدا معكم من الاول باش تفهم. دونك اول هيدروكربون عندنا هو سي اش ك، وعندنا يعني هذا فيه كربون وحده واربعه ديال الهيدروجين. وعندنا الثاني عندنا سي 2 وفيه اش اش 6، والثالث سي 3 هو هذا اللي عندنا اش اش 8، والرابع سي 4 اش 10، والخامس سي 10 اش عفوا اش 22. عندها وصلنا ل 10 عفوا استسمح. دونك سي سي 5 اش 12. ونبقاو غادي هكا حتى خصنا نوصلوا لواحد السي اللي مطلوبه منا حنا نكتبوها، هي لا فورمول جينيرال اللي نبقاو نعوضوا فيها ونلقاو نلقاو اي حاجه من هذا. دونك لاحظتوا هنا السي، نقارنوا العدد ديال السي مع هذا العدد هذا، نجيو لهذا اللي كانوا في هذه جوج شحال تيكونوا في هذه 6، ولا كانوا هذه 3 شحال تيكونوا هنا 8، ولا كانوا هنا 4 شحال تيكونوا هنا 10، الا كانوا هادو 5 شحال تيكونوا هنا 12. اذا نسميو هذا العدد هذا اللي كاين في الكربون نسميوه ان، العدد اللي كاين في الكربون نسميوه ان. الا سمينا العدد اللي في الكربون ان وبغينا نحصلوا على هذا العدد هذا من خلال ان، شنو غنديروا؟ دونك هنا عندنا جوج، شنو هو العدد اللي كيربط ان مع هذا العدد 6؟ دونك الا شدينا شنو العدد اللي كيربط جوج مع 6 هو جوج في جوج 4 زائد جوج. اذا اللي درنا هنا جوج ان زائد جوج غادي نلقاو هاد النتيجه دائما شويه. دونك هاد 6 6 كتساوي هي جوج مضروبة في جوج زائد جوج. إذا جوج جوج هي 4 زائد جوج النتيجة هي 6. إذا حنا هاد جوج سميناها إن، دونك بالنسبة لنا هاد جوج هي هاد إن هادي. دونك ممكن نكتبوها جوج هي جوج إن زائد جوج، دونك هكا نكتبو 6. إذا إن دونك ليكريتور جينيرال غتكون هي سي n h 2n plus 2. دونك هنا فوق ما بغيت نعوض باي عدد غادي نلقى له الهيدروكربون ديالي مباشره. نعطيو مثال، مثلا الا قلت لك انا n عفوا n ايتيغال 2، قلت لك n ايتيغال 2 لعوضت n هنا ب 2 تولي هي c 2 اش جوج جوج هي 4 زائد جوج هي 6. اذا حنا دابا شمن هيدرو كاربون كنهضروا عليه، اذا كنهضروا على هذا. الا قلت لك ان كتساوي 3 عدل هنا 3، 3 في جوج هي 6 زائد جوج هي 8. دونك حنا غنهضروا على هذا. قلت لك ان كتساوي 100 غتكتب هنا 100 وغادير اش وغادير 100 مضروب في جوج هي 200 زائد جوج هي 200 وجوج. دونك الهيدروجين خصها تكون فيه 200 وجوج صافي. دونك إكخير، دونك هادي خاطئة. إكخير لا فورميل شيميك دان هيدروكاربور دو ميم تيب كونستيتيو دو 6 اتوم دو كربون. ها دونك شنو دابا عطاونا؟ عطاونا 6 اتوم ديال كربون، دونك ان هي 6. دونك الا بغيت نلقى اش شحال خصها تكون، 6 نضربها في جوج هي 12 زائد جوج هي 14. اذا هادي هي لا فورميل شيميك ديال هاد الهيدروكاربور اللي عنده 6 اتوم ديال الكربون. وانا نقول لكم حسبوا لي واحد الهيدروكربور اللي عنده 48 اتوم ديال الكربون، وعطوني الريزلت في لي كومونتير يلا شحال يكون الهيدروجين عنده. ensuite